الذي ضيع في الدورات الماضية العديد من النقاط سار على الدرب نفسه وهو يستقبل أولمبيك أسفي. العساكر كانوا سباقين لخلق المحاولات من خلال هجوم سريع أسفر عن خطأ في منطقة العمليات. الحكم خليل الرويسي يتراجع إلى الوراء معبرا عن غياب أي خطأ، في حين يتدخل الحكم المساعد للإعلان عن ضربة جزاء لقيت احتجاجات من طرف لاعبي أولمبيك أسفي. هدف الدوري الوطني مصطفى العلاوي يتكلف بنجاح إلى ترجمتها لأولى أهداف الفريق، ومن ركنية سيتمكن لاعب الوسط يوسف البصري من إضافة الهدف الثاني لفريقه، هدف اعتقد البعض أنه أنهى كل شيء. أبناء أسفي ورغم فارق الهدفين حافظوا على تركيزهم وتمكنوا من تقليص الفارق بواسطة اللاعب العائد بوريس لوندري، هدف حافظ على آمال المسفيويين في تحقيق التعادل. تعادل ستحمله الدقائق الأخيرة من المباراة، والموقع اللاعب نفسه بعد التمرير من الجهة اليمنى حولها داخل الشباك. تعادل في مثل هذه الأوضاع وضد الجيش الملكي كان بمثابة فوز بالنسبة لفريق يعاني ولدورات من آلام الصفوف الأخيرة.